بعض الشركات مجبرة على التأمين على العمال، تأمين إصابة عمل وتأمين على الحياة، مع العلم لا يتم خصم أي مبالغ من الموظفين، وعندما يتعرض العامل لإصابة وفاة يتم تقديم المستندات الدالة على ذلك شركة التأمين ويتم صرف مبلغ مال العامل. إذا كانوا مجبرين على هذا ما عليهم شيء إن شاء الله تعالى، لكن يفعلونه على كراهية، لكن ليس عليهم شيء إن شاء الله تعالى.